اتحاد الكرة بيقول 30 ألف مشجع في مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس. مو صلاح يواصل التألق. الكرة بقى المصري برضو الطابع، الحتة المصري، السن المصري، ويصنع ويسجل في مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، واللي انتهت بفوز ريدز بثلاث أهداف مقابل لا شيء. ناقد الرياضي البارز محمد عادل معانا على التليفون. ازيك يا محمد؟ مساء الخير استاذ يوسف، اهلا وسهلا بيك. عامل ايه؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله زي الفل والله الحمد لله. كلمني الاول عن المباريات بتاعت اثيوبيا وتونس و30 الف مشجع. والله هو عدد اعتقد ان هو يعني حلو بالنسبه لوضع المباراتين. ليه؟ لان احنا بنتكلم مباراه اثيوبيا، منتخب مصر خلاص ضمن التأهل لكأس الأمم الأفريقية، هي مباراة على الورق بالنسبة للمجموعة خلاص يعني قيمتها هتكون منحصرة في إعداد الفريق لما هو قادم، وما هو قادم هو الأهم، هي تصفيات كأس العالم. ويجي معها مباراة تونس. الفكر اللي عند المدرب البرتغالي روجي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري انه عايز يحافظ على التصنيف بتاع منتخب مصر. ليه؟ لان هو بيطمح انه يكون هو صاحب راس مجموعه في كاس الامم الافريقيه. احنا كاس الامم الافريقيه تاهلنا خلاص، لكن هو يطمح ان التصنيف ما ينزلش. علشان كده هو استعان بكل اوراق المنتخب المصري فيما عدا محمد صلاح. كل اللاعبين موجودين مع اللي هو استعان بيهم، لكن هو والجهاز الفني فضلوا ان صلاح يستريح. كان ضغوطات كبيره جدا على محمد صلاح الفتره اللي فاتت جوه الملعب وبره الملعب كانت اكتر بكتير، واحنا كلنا كنا متابعين ما يحدث في شان بشان محمد صلاح ومفاوضات نادي اتحاد جده مع رفض ليفربول مع اداء صلاح الجميل النهارده، كمان احرز هدف في ارسنال فيلا وبقى تاني اهدافه في البريمير ليج. طبعا هو بعيد نوعا ما عن صلاح الهدافين دلوقتي، لكن احنا بنتكلم في الجوله الرابعه لسه بدري جدا جدا، لكن محمد صلاح بيأدي بشكل ممتاز وخد مان اوف ذا ماتش النهارده افضل لاعب في المباراه. فمباراه مصر قدام نرجع لمنتخب مصر، مباراه مصر قدام اثيوبيا وتونس 30,000 متفرج هيكون شكل لطيف جدا، اعتقد انه عدد كويس لغايه ما نشوف بدايه الموسم هيحصل فيها ايه. مع اهميه المباريات بتزيد عدد الجماهير، ده شفناه مع منتخب مصر، ده شفناه مع النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه لدوري ابطال افريقيا. فمع اهميه المباراه ومدى اهميه عند الجمهور وعند الفرق وعند كل الناس، عند الفريق وعند كل الناس، هيزيد عدد الجماهير. لكن هي مباراه مصر تاهلت خلاص، هي بلا قيمه في النقاط لكن قيمه في اعداد اللاعبين لما هو قادم، هو تصفيات كاس العالم طبعا. كذلك الامر لمباراه تونس الوديه القويه اللي هتكون قويه، ديربي شمال افريقيا هيبقى جميل وممتع ان شاء الله نتمناه. ف 30,000 متفرج هيكون جميل جدا، نتمنى الجمهور انه يروح يتفرج يرجع تاني للملاعب بعد الاجازه اللي فاتت من الدوري والكلام ده كله. ومع منتخب مصر بقى لنا كتير ما لعبناش في مصر من فتره، ما لعبناش يعني من نتكلم في شهرين ثلاث شهور، منتخب مصر ما لعبش مباراه رسميه على ارضه. اخر مباراه كانت قدام غينيا كانت في المغرب، ده كان ملعب منتخب غينيا. النهارده احنا بننهي مشوار تصفيات كاس الامم الافريقيه قدام اثيوبيا ان شاء الله في ملعب 30 يوليو باذن الله. طيب يمكن واحنا بقى هنذهب الى مساله مو صلاح بما انك انت كمان ذكرتها، غير انه يعني ريدز فاز وكله. انا يمكن حتى كنت لسه من امبارح ولا اول امبارح كنت اقرا مقال دكتور خالد انديل في الاهرام عن محمد صلاح، وهنا يجي سؤال انه احنا ما بقيناش فاهمين صلاح رايح يلعب في الدوري السعودي ولا هيكمل مع الدوري الانجليزي، صلاح قاعد في ليفربول ولا ما صلاح مش قاعد في ليفربول. احنا كجمهور احترنا. طيب بالنسبه للموضوع ده، الموضوع ده كان شاغل بال الناس كلها، وحتى النهارده بعد المباراه سوبوسلاي لاعب النجري ولاعب ليفربول اللي احرز الهدف الاول النهارده وزميل صلاح قال في تصريح ان صلاح قال له انا عايز ابقى في البريمير ليج، عايز ابقى موجود في الدوري الانجليزي. ده تصريح على لسان سوبسلاي اللاعب النجري زميل صلاح في ليفربول. الكلام بقى هو الكلام ما بين اتحاد جده وليفربول. صلاح بره المشهد دلوقتي، ما ينفعش صلاح يطلع ويقول ايه لا انا عايز اروح
عايز اجرب الكلام ده كله، هيخلق بعض من الغضب لجمهور ليفربول، وجمهور ليفربول ليه قيمه كبيره جدا 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 عند محمد صلاح، والاغاني اللي شفناها لجمهور ليفربول والانجازات الكبيره اللي عملها محمد صلاح مع ليفربول. وكمان على المستوى التعاقدي، محمد صلاح لسه مجدد السنه اللي فاتت، فلسه قدامه سنتين، فهو غير مخول له بالحديث ابدا عن الموضوع. الكلام كله بيبقى ما بين الناديين، ما بين نادي اتحاد جده ونادي ليفربول. والله ليفربول وافق على رحيل صلاح، خلاص الموضوع منتهي، وطبعا بعد ما يوافقوا بشكل مبدئي هياخدوا راي صلاح. انت لسه كنت هسالك يعني مساله انه صلاح ما يقدرش يتكلم، انا مش فاهمها بصراحه ليه يعني. بس كويس انك انت وضحت لي النقطه الاخيره بقى اللي قلتها، انه عندما يتفق الطرفان هيتم اخذ راي صلاح، لانه ما هو مش معقول. مثلا افترضنا ان ليفربول خد قرار انه هيديه لاتحاد جده، وصلاح عادي ما بيردش يعني، يقول لهم طب حاضر، ولا يقدر يقول ويقدر يقول لا؟ الا يملك حق الترجيح؟ ده هو اللي هيعار او هيباع. مسألة انه حد من زمايله بيتكلم يقول اصل صلاح قال لي، ما برضو بيني وبينك دي حاجة غريبة، صلاح قال لي يعني ايه؟ هو ليه صلاح ما بيقولش، او ليه مدير اعماله ما بيقولش؟ هو ايه الهدف؟ زي ما بقول لحضرتك كده يا استاذ يوسف، ان العقد صلاح ما خلصش يعني. انا دلوقتي مش لان على المستوى التعاقدي كلامي دلوقتي ممكن يعبر عن فرحة كبيرة لجمهور ليفربول، أو حزن كبير، أو غضب، أو أيا كان، لكن هو في الأول في مصلحة للنادي. يعني دلوقتي ليفربول شايف إن المبلغ اللي هيجي له من بيع صلاح هيكون مبلغ، هيقدر مبلغ كبير، وهو مبلغ خيالي بالمناسبة، يغطي له حاجات كتير، ويبقى يكون في بدائل، ويعمل A B C، يعمل اللي هو عايزه بيه. فالقرار يبقى عند ليفربول. كلمة صلاح دلوقتي، وصلاح هو من النجوم الكبار جدا جدا جدا، كلمته بتتسمع، الصورة بتتشاف، يعني ممكن الصوره تكون كلمه من غير ما نسمعها. فكلمه صلاح دلوقتي هتكون كبيره جدا. يا ترى هل مصلحه ليفربول ان صلاح يتباع؟ ده هيبقى الكلام ما بين ليفربول ومحمد صلاح. طبعا احنا عارفين وبنقرا ان الانتقالات في المملكه العربيه السعوديه هتنتهي يوم الخميس اللي جاي، يوم 7 سبتمبر. فاحنا لسه الاتحاد عنده فرصه انه يتعاقد مع صلاح، يفاوض صلاح للمره الثالثه الرابعه الخامسه. وعلى فكره بالمناسبه بيفاوض من السنه اللي فاتت، وكان بيجس نبضه من السنه اللي فاتت، من الموسم اللي فات. فلسه بالنسبه للاتحاد جده عنده فرصه لغايه يوم الخميس. لكن كلمه صلاح دلوقتي هل ممكن تكون في مصلحه ليفربول ولا لا؟ اكيد مسؤول ليفربول وصلاح يعني اعتقد كده، طبعا انا ما عنديش معلومه، لكن اعتقد ان هو بالاتفاق كده، اللي هو ايه، انت التزم الصمت، انت معاك كل الحق انك ما تتكلمش دلوقتي، الكلام كتير عليك. هو الكلام هيبقى بين ناديين، هو الكلام في الاول بين ناديين. انا دلوقتي كلاعب متعاقد مع نادي، التعاقد بتاعي لسه مستمر سنتين، انا دلوقتي تحت امر النادي اللي انا بلعب معاه. النادي قال اوكي وافق، ما هو طالما قال وافق يبقى لازم خد راي صلاح، ده الموضوع منتهي. لان ما ينفعش ليفربول يطلع ببيان ان هو احنا موافقين نبيع صلاح من غير ما يكون واخد رايه، لان غير ان هو لاعب في الفريق، هو سوبر ستار. هو طب خدني على قد عقلي يا محمد، خدني على قد عقلي، انا مش بتاع كوره يعني، خدني على قد عقلي. هو هينفع يحصل اي مفاوضه ما بين ليفربول واتحاد جده دون الرجوع لصلاح؟ يعني لو انا ليفربول هفتح المفاوضات عادي كده واعتبر صلاح ناسيا منسيا، ولا اول ما اتحاد جده هيتكلم معايا انا كنادي ليفربول هروح لصلاح يا ابني انت عايز تبقى معانا ولا مش عاوز تبقى معانا؟ لازم اكيد السؤال يتسال، وصلاح لازم يرد انا عايز اكمل، لا انا مش عاوز اكمل، وانا شايف ان انا ليا فرصه افضل في الدوري السعودي، او لا انا عاوز اكمل لان انا مو صلاح في الدوري الانجليزي الذي ملأ العالم سمعا وبصرا، اشهر واقوى واكبر دوري في العالم. كل هو في النهايه هو ليه ميزانه، ما نقدرش نزيد عليه، هو حر بقى طبعا. لكن طبعا وعشان كده كل ده انا متفق، فمفترض ان راي صلاح محسوم. طبعا هو راي صلاح محسوم، شفناه في تصريحات سوبوسلاي. يمكن دلوقتي هو اتقال له او بالاتفاق ان هو ايه، انت التزم الصمت دلوقتي، لان الضغوطات فعلا كبيره جدا على صلاح بقدر وقيمه الدوري السعودي دلوقتي، اللي لم لعيبه كتير جدا جدا، وبقى في لعيبه كبار جدا 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 موجودين. هل المصلحه في الاخر، هنشوف الموضوع هيوصل لغايه فين، لان احنا بنتكلم في 4 ايام
لسه احنا كل يوم شفنا ثلاث عروض من اتحاد جده والعروض دي تم رفضها تماما، ورفض ليفربول اكيد بالاتفاق مع صلاح ده ما فيهاش فصال. لدرجه لانهي درجه بقى هيوصل ليها العرض اللي هو احنا ممكن نوصل لرقم ما يترفضش، اللي هو لو اترفض دلوقتي ده عمره ما هيجي ليفربول. انا بتكلم وجهه نظر ليفربول، رقم عمره ما هيدخل خزاين ليفربول ابدا. صلاح طبعا ما شاء الله 31 سنه دلوقتي في عز التالق، حاجه عظيمه جدا جدا، لكن بعد كده الكيرف بينزل. هو دلوقتي في المرحله الكبيره، دلوقتي هو في المرحله الشايننج المبهره جدا للناس، لكن بعد كده بطبيعه حال لاعبي كره القدم والرياضيين بشكل عام الكيرف بينزل شويه. فهل الرقم ده ممكن يجي لصلاح تاني؟ ده طبعا بقى مع ملاك ليفربول، مع الاداره الفنيه والمختصه باللاعبين، مع الكلام مع صلاح. هو صلاح واضح جدا ان هو مش عايز يمشي، يعني هو واضح عايز يفضل يكتب تاريخ يكمل مع ليفربول. انت ادرى مني، رونالدو راح لاعب في الدوري السعودي عنده 36 سنه، وانا ما اظنش ان صلاح اقل يعني. مظبوط، لكن العرض هيكون عامل ازاي؟ برضو رونالدو برضو ده اسطوره، ده اسطوره حقيقيه في عالم كره القدم، يعني ما اقدرش احطه جنب اي اسم دلوقتي. ما هو ابننا محمد صلاح يقدر خلال الخمس سنين يحط اسمه في اطار القامات الاسطوريه في كره القدم. يعني اظن انا شايف انه صلاح عنده البوتنشال ده، يقدر، لياقته البدنية تسمح، عمره يسمح، صحته تسمح، مهاراته تسمح، تألقه يسمح، سطوع نجوميته يسمح. أنا يعني أولا خليني أشكرك أولا زميلي العزيز محمد علي، الناقد الرياضي المعروف والبارز.